بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. بما انه حضرتك فتحت الفيديو يبقى حضرتك اما معاك ذهب بسرعه عايز تروح تبيعه وتتخلص منه لان اعصابك تعبت في الفتره الماضيه وكنت شاري على مستويات عاليه، او انه حضرتك نفسك تدخل لعبه الذهب علشان سمعت الناس حققت مليارات من ورا موضوع الذهب. هقول لحضرتك دلوقتي ليه الذهب بينخفض وايه اسباب انخفاضه، هل بسرعه دي فرصه مناسبه للشراء اروح اشتري ولا بسرعه الحق اتخلص من الذهب اللي معايا، وليه الذهب اصلا بيرتفع بمصر في مصر بالشكل ده بالرغم انه عالميا ايوه بيرتفع ولكن مش بالشكل ده خالص. في عندنا مستجدات مهمه جدا 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 لازم حضرتك تكون عارفها لانه هي اللي هتحرك الوضع في الايام اللي جايه، ومش هتحتاج حد يقول لك ايه اللي بيحصل، لوحدك هتكون فاهم الوضع رايح لفين، الذهب هيرتفع ولا هينخفض، وعلى اساسه حضرتك هتقدر تتصرف حتى من غير ما تسمع لاي حد. هتكلم مع حضراتكم في كل المستجدات دي، بس يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. طبعا احنا كلنا منقسمين المصريين دلوقتي لناس عايزه تشتري الذهب ومستنيه السعر ينزل زياده عشان يشتري، واللي عاوز يبيع الذهب بتاعه. وطبعا التجربة المريرة والقاسية بتاعت المرة اللي فاتت خوفت الناس ومش عارفة تعمل ايه، بسرعة ابيع الذهب اللي معايا ولا بسرعة احول فلوسي لذهب. وطبعا التحرك اللي حصل يوم الجمعة الماضية، يوم الجمعة يعني يوم اجازة يزيد الذهب 150 جنيه في يوم واحد، وكمان في اليوم ده تكون الشاشة العالمية قافلة، هل ده معقول؟ لا طبعا. الطبيعي انه انا بتحرك مع الشاشة العالمية، الشاشة العالمية تقفل وحضرتك تتحرك 150 جنيه، ده وضع مريب وصعب شوية، بس اقول لحضرتك انه وضع طبيعي جدا جدا واسبابه موجودة عندنا وطبيعية. اول شيء خلينا اقول لحضرتك انه في عندنا سعر في الدولار لكل شيء، بدأ يبقى فيه من تاني كل حاجة ليها سعر واحد. بعد ما كنا عندنا استقرار حوالي شهر ونص على 38 جنيه لسعر الدولار في السوق الموازي، بدأ دلوقتي الدواء هو اللي يحرك كل شيء، أسعار الأدوية بدأت تتسعر تاني وبدأت تدخل اللعبة، الكتب المدرسية بدأت تدخل اللعبة، كل الحاجات دي يا جماعة كانت بره اللعبة دي خالص وملهاش علاقة بالسوق السوداء. السعر الدولار في الأدوية بقى ب 45 جنيه، في السيارات بين 55 لل 60، الأجهزة المنزلية بين 45 و 55. وطبعا الذهب بدأ تاني ما بين كان الأول 39 ونص 40، بدأ الدولار في الذهب تاني يوصل 45 جنيه. يوم الخميس الماضي هو كان الفيصل في كل شيء، كان عندنا حدث عالمي كبير جدا جدا وكان عندنا حدث مصري كبير جدا جدا يحرك اقتصاد اي حد في العالم وممكن يربك اي اقتصاد واي سلعه في اي مكان، هقول لحضرتك عليها دلوقتي. الخميس الماضي كان في بيانات في امريكا كان المفروض هيتحدد على اساسها السوق رايح فين، هي بيانات التضخم العالمي اللي طلعت لأول مرة إيجابية وسلبية في نفس الوقت. يعني إيه؟ التضخم العام والتضخم السنوي، التضخم العام طلع سلبي والتضخم السنوي طلع إيجابي، طب ده إيه ده؟ ده خلى الدنيا طبعا متلخبطة جدا جدا جدا، فخلى الذهب ارتفع شوية وبعد كده رجع انخفض تاني. في ظل الانخفاض ده كان عندنا احنا هنا في مصر الوضع مختلف تماما، هقول لحضرتك ليه؟ لانه بمنتهى البساطه يوم الخميس الماضي كان ده اخر يوم عند حضرتك المفروض تسدد فيه ديون او اقساط لصندوق النقد الدولي، مش بتاعه القرض القديم، لا دي بتاعه قروض قبل كده، يعني دي فاتوره قديمه. المفروض يوم الخميس الماضي كنت حضرتك تسدد 870 مليون دولار، كانوا المفروض حضرتك يتسددوا يوم الثلاثة ويوم أربعة ويوم عشرة في الشهر اللي هو الخميس الماضي، حضرتك ما سددتش وما عملتش أي تحرك جديد، يعني إنه حضرتك كده تخلفت عن سداد ديونك. جت الكارثة الأكبر بعديها على طول، وجه تصنيف وكالة موديز اللي قال إنه حضرتك قدامك 3 شهور وهتتحول من أسواق ناشئة لأسواق مبتدئة من تاني. يوم الجمعة صباحا هو ده اللي حصل في البلد، مفيش أي جديد حصل في البلد غير هو ده. يوم الجمعة الصبح بدأنا نشوف الذهب بيتحرك من جديد، ده كان سبب إن الدولار في السوق السوداء بدأ يرتفع تاني لـ40 و40 ونص بعد استقرار حوالي شهر ونص. دولار الساغة بدأ يتحرك هو كمان بـ45 جنيه. في حاجة بقى حضراتكم مش واخدين بالكم منها، فاكرين يوم ما الريس قال لنا إنه مفيش تعويم؟ قال لنا في اليوم ده انه الحكومة لما كانت بتحتاج دولار كانت بتضطر غصب عنها تجيبه من السوق السوداء عشان خاطر يمشوا الوضع، الكلمتين دول الرئيس قالهم بنفسه، عشان كده في كلام بيقول ان الحكومة بدأت تتحرك من تاني وتشتري دولارات بكميات كبيرة من السوق السوداء،
عشان تسدد الديون. هو ده اللي حرك المياه الراكدة شوية بالنسبة للدولار وللذهب، وده اللي خلى تاجر الذهب بدأ يتحوط بسعر جديد خالص، بالرغم انه مفيش خالص اي حركة شراء موجودة في السوق، لانه الطبيعي انه يكون حجم الشراء كتير جدا جدا جدا، فحضرتك تلاقي انه السوق بدأ يتحرك. اللعبة لعبة دولار مش لعبة ذهب، ملهاش الموضوع ملوش علاقة بالذهب خالص. القصة كلها انه بدأ يتحوط علشان خاطر عارف حاجتين، الذهب بيتحرك والحكومة بتشتري دولار كتير من السوق السوداء، فهو لقى دي فرصة فبدأ يرفع. طبعا الذهب مش وراه على طول، بدأ يرفع. كمان تاجر السوق السوداء او تاجر الذهب، الاتنين بقوا فاهمين انه في الايام اللي جاية ممكن يكون مش هيبقى فيه سيولة في الاسواق خالص. هتقولي ازاي؟ هقول لحضرتك كلهم عارفين ان الحكومة هتلعب لعبة كويسة وجميلة قوي في الفترة اللي جاية، عارفين انه بعد ارتفاع التضخم وبعد التعويم لازم هيتم اصدار شهادات كبيرة على الاقل هتكون ب 30%، وده شيء الناس محتاجاه تماما، فهيتم سحب السيولة الموجودة في الاسواق كلها. فبدأ هو دلوقتي ياخد بسرعة خطوة استباقية علشان خاطر يلم السيولة الموجودة في الاسواق، لانه انا لو معايا دلوقتي ذهب، احنا كمصريين ثقافتنا لما بنلاقي الحاجة بتتحرك وبترتفع بنروح بسرعة جري نشتريها، وهو تاجر الصاغة عارف انه دي ثقافتك، والدليل على كده انه لما كان ب 2800 كانت محلات الصاغة بالظبط زي محلات البقالة، فبسرعة الحق الذهب بيرتفع، لو معاك قرشين شيلهم في الذهب، فالناس بسرعة تروح تشتري ذهب. فهو حابب يلم السيولة الموجودة دلوقتي قبل ما الحكومة تسبقه بالشهادة وتلم الفلوس الموجودة في الأسواق. هتقولي ما جايز يكون مفيش تعويم، هقول لحضرتك كده خلاص حسم الامر، مفيش تعويم، ما ينفعش ما يبقاش فيه تعويم. ممكن تكون القيمه اقل شويه من لما الرئيس كان بيتكلم مش هيوصل ل 100 جنيه، واحنا ما قلناش هيوصل ل 100 جنيه، ممكن يوصل 38 و39 و40، لانه بمنتهى البساطه غير المبلغ اللي انا قلته لحضرتك ده، حضرتك عندك في يوليو واغسطس مبلغ 15 مليار دولار لازم يدفعوا، منهم 8 مليار دي ودائع للخليج، و7 مليار كان المفروض حضرتك تدفعهم في سبتمبر واغسطس، وللأسف الرقم ده حضرتك ما عندكش منه حاجة للبنوك خالص، يعني مفيش أرقام جديدة دخلت البنوك غير الواحد مليار فاصل 900 مليون، وكمان حضرتك بدأت تستورد كميات كبيرة جدا من القمح اللي عالي جدا 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 في الأيام الماضية بسبب تخارج روسيا من مبادرة الحبوب، وجت لعب بعد كده عند حضرتك مشكلة الكهرباء، فبدأت تستورد كميات كبيرة جدا من المازوت بالدولار، يعني من الآخر اللي جه على قد اللي راح كده خلاص. هتقولي بقى ما عنديش تعويم، هقول لحضرتك لا كده خلاص التعويم قادم لا محالة. طيب هتقولي اشتري دلوقتي لانه الذهب هيوصل 3000 و4000 جنيه، هقول لحضرتك احنا متفقين قبل شهر 11 مش هنشوف الارقام دي. هتقولي ليه؟ هقول لك بمنتهى البساطة، حضرتك عندك مبادرة زيرو جمارك اللي الحكومة عاملاها بتدخل منها، لحد التاريخ ده مش هتشوف رقم ال 3000 وال 4000 والكلام ده كله، لانه بمنتهى البساطة دلوقتي الناس هتبدأ تبيع الذهب اللي معاها، فالذهب هيرتفع من تاني، وده طبعا مش في مصلحة الاقتصاد المصري ولا الحكومة، لأنه هيخلي التضخم يرتفع من جديد، وكده البنك المركزي يبقى عنده رقم رهيب أكتر من الرقم اللي اضطروا لرفع أسعار الفايدة في أيام المفروض ما كانتش تترفع فيها أسعار الفايدة خالص. يبقى حكاية انه يوصل 3000 و4000 دي صعب نشوفها تاني، ممكن نشوف، وده انا قلته لحضراتكم، انا قلت لكم كتير جدا هنشوف في الايام اللي جاية تذبذب كبير جدا لحد شهر 11، نهايات 10 وبدايات شهر 11، هنشوف ارتفاع بقوة وانخفاض بقوة سواء محليا او عالميا. عايز تشتري وتحفظ قيمة اموالك مفيش مشكلة خالص، الفكرة مش وحشة، ولكن حضرتك عند كل نقطة انخفاض هتروح تشتري بجزء من فلوسك، ما تقولش الذهب يوصل 2300 و2400 مش هينزل تاني، هينزل تاني النهاردة او بكرة بالكتير، ولكن الانخفاض هيكون بقوة والارتفاع هيكون بقوة، فحضرتك انتهز الفرص وتشتري بجزء كل شوية بجزء من فلوسك، يعني مش تلاقيه نزل 100 جنيه تروح تشتري بفلوسك كلها، هيرجع ينزل وقت تاني 150، فحضرتك عند كل نقطة انخفاض هتشتري بجزء من فلوسك او الجزء اللي خصصته للذهب. بالنسبة للبيع لسه يا جماعة مرحلة جني الأرباح ما جاتش، لسه هنوصل لمستويات تانية ولكن بعد شهر 11، اوعى بسرعة تروح تبيع ذهبك وتقول أنا هخلص وأخرج من اللعبة دي، لسه حقك ما جاش، اصبر شوية، هنصبر مع بعض شوية. وبالنسبة للناس اللي حابة تشتري، في نهاية الفيديو هسيب لحضرتك فوق في علامة الآي 2 فيديو، من الفيديوهات دي هتعرف حضرتك ازاي تشتري الذهب عشان ما يندحكش عليك، ناس كتيرة جدا أهدرت قيمة أموالها بسبب إنه اشترت الذهب غلط.
في حاجة اسمها اشتري الذهب غلط، ايوه في حاجة اسمها اشتري الذهب صح، وفي حاجة اسمها اشتري الذهب غلط. انا مش رايح اشتري شبكة من الحلوة الجميلة المفصوص، انا رايح اشتري هستثمر في الذهب وهدخر في الذهب، بمعنى انه انا معايا مبلغ عايز اضاعف قيمة اموالي. السبيكة والجنيه الذهب والمشغولات نوع منها مش نوع تاني، كل ده هسيبه لحضراتكم في الفيديو، الاتنين فيديو في نهاية الفيديو حضراتكم هتقدروا توصلوا لهم، هتعرفوا ازاي الاخطاء الكارثيه اللي حضرتك ممكن تعملها وانت بتشتري الذهب، وازاي تقدر تضاعف قيمه اموالك. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، وجاوبت ليكم على كل الاسئله اللي بتدور جواكم، وكمان الذهب رايح فين في الايام اللي جايه. بنتظر من حضراتكم، يا ريت لو استفدتوا بمعلومه واحده ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفادوا زي حضراتكم. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، في امان الله.